اهلا يا شعبان. افندم انتوا بعتولي ايه الحاله اللي عندكم؟ حاله؟ سيادتك يا فندم غلطت، ده العيان فوق في الدور الفوقاني. انا مش دكتور، انا السباك. مين يا زينب؟ هو ده البيه السباك يا اما. هو حضرتك سباك؟ ايوه. يعني بيصلح حنفيات وبوابير جاز؟ ايوه. اتفضل. كان لازم تبعتولي بدري شويه. لخير؟ هي الحنفيه حامل؟ لا، محتاجه قلب. عندكم قلب ولا تاخدوا قلب من عندي؟ قلب؟ لا، احنا ما عندناش قلب. طب من فضلك نشف الميه علشان اعرف اشتغل. لا تطمني، ما تتخضيش. انا مش قلت لك اطمني يا هانم؟ هو الحساب كام يا حضرتك؟ جنيه كشف وجنيه تغيير القلب، يبقى الحساب كله 2 جنيه؟ 3 جنيه، علشان في جنيه رسم طلوع سلم. ده كتير يا حضرتك. من فضلك، انا ما احبش حد يفاصلني في شغلي ابدا. طب وعشان خاطري؟ عشان خاطرك من غير فلوس. لا، انت هتجب علينا يا اخويا. خد 3 جنيه بتوعك هم. اتفضل. اوعى بقى، امشي امشي. مع السلامه. 3 جنيه تصليح حنفية يا عالم. انا عارفة انت ما اشتغلتش سباك ليه يا شعبان. سباك؟ عيب يا زينب، عيب. ده راجل محترم، ده انا اهلي صرفوا عليا دم قلبهم. انا معايا ثانوية عامة، رحت مدارس وجيت من مدارس، وابتديت من جدول الضرب وقالب به ت، ده كفاية الاستاتيكا والديناميكا ومركز الثقل، وتقولي لي ابقى سباك؟ طب خلاص، انت مالك نافش ريشك كده؟ تكونش قابلت قريبك الغني؟ ايوه، طلبت منه 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ طب عال، اتفضل بقى، ابويا زمانه جاي دلوقتي. قول لي، وجبت الفلوس الحمد لله؟ انا طلبتهم بس. ايه؟ هيديهم لك امتى؟ مش هديهم لي. امال ايه؟ طردني. طردك؟ امال انت جاي ليه؟ جاي عشان اتحال على ابوك كمان مره. اتحال على ابويا؟ انت عارف ابويا ما بيحبش الحال المايل، لو سمع الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده هيمنعنا اشوفك خالص. طب اعمل ايه بس انا يا زينب؟ العين بصيره واليد قصيره. اعمل ايه؟ اعمل ايه بس يا عادل؟ وافضل ساكت. ايوه بس ده خطوره. عشان ولا خطوره ولا حاجه، انا داخل باسم تاني غير اسمي. المهم هعمل ايه دلوقتي؟ تروح لاهلك وقرايبك يدلوك ازاي ده حصل ويشوفوا لك طريقه. اهلي وقرايبي كلهم عارفين يا يسري اني مت. ما اكيدش ان اي حد تاني غيرك يعرف ان الحي موجود هنا. عندك حق يا فريد. المهم اللي طلبه منك انك تدلني على اللي استولى على ثروتي. خلاص هديت. لازم تبقى لحياتي معنى يا عبد جواد. عايز اعمل مشروع مفيد يفيد الناس وانا كمان استفيد. عين العقل، برافو عليك، خدتها من عقل ثاني. انا لسه كنت هقول لك. طب ما احنا لسه فيها اهو. المشاريع على قفا مني شيء. طب قول لي اعمل ايه؟ ايه رايك؟ نعبي ميه في ازايز ونحط عليها اجسام، وشويه اعلانات في التلفزيون، شويه بنات حلوين يطلعوا يقولوا هذه المياه المعدنيه من شيلي، المياه الصحيه التي تنعشك وتقويك وتحافظ على الروابط الاسريه. ميه ايه يا راجل انت اللي هتحافظ على الروابط الاسريه؟ طب ما تيجي بقى نبيع بالمره الهوا في اكياس نايلون عشان يحافظ على الروابط الاخويه. يا عبد جواد، يا عبد جواد، انا عايز مشروع عليه القيمه. يا فريد بيه، الناس بتلعب بالبيضه والحجر وبتكسب ملايين. يعني عندك اللي انتهز فرصه ازمه الفلفل الاسود، عارف عمل ايه؟ وانا مش عرفه، وانا كان ابويا عطار. تراب الفرن طحنه بشويه شطه وعبي يا جدع في اكياس الفلفل الاسود وبيع. عمل في سنتين 2 مليون جنيه من تراب الفرن. واحد تاني قعد ياكلنا بنوبيف مستورد اللي بيوكلوه في بلاد بره للكلاب، واحنا ما صدقنا، نزلنا عليه حتتك بتتك. حتتك بتتك على اكل الكلاب؟ ترى العالم ماشيه سهرانه في الشوارع. على بال ما اكتشفوا الحكايه ووقفوا الاستيراد كان اخينا عمل له 3 مليون جنيه.
ولا شاي ابو نشاره ولا السودان المحروق اللي كان بيتباع على انه بن. يا عبد الجواد يا عبد الجواد، والناس ما عندهمش ضمير. بقول لك عايز مشروع محترم، تقول لي كلاب وتراب الفرن. خلاص خلاص اللي تشوفه افكر لك. طب اسمع يا عبد الجواد. نعم. ما تيجي نعمل عمارات سكنيه وهالناس تسكن وتفرج ازمه المساكن. اذا خدت خلوه هتروح في داهيه، واذا ما خدتش مش هتغطي التجاريب. وانت دايما تعادها في وشي. طب اسمع، ما تيجي نعمل مشروع سياحي، السياحه حلوه برضه. برافو، اهو ده المشروع ولا بلاش؟ انا هدور لك على مكان سياحي ينفع لوكاندا، اهي دي الافكار النيره. مش كده؟ اهلا وسهلا. السلام عليكم. حضرتك مستني تاكسي هنا؟ حضرتك مين؟ انت تعرفني كويس قوي ومع ذلك ما تعرفنيش. حلوة خشبة حبشي. ها الحكاية جد مش هزار. الله، مين فينا اللي بيهزر؟ حضرتك دخلت هنا ازاي؟ عايز ايه؟ طب مش تسأل الاول تعرفني ازاي وما تعرفنيش؟ حضرتك مين لو مؤاخذة؟ انا فريد الغطريفي. نعم. فريد الغطريفي مين؟ فريد الغطريفي ابن الغطريفي بيه اللي حضرتك منتحل شخصيته. هو حضرتك عبيط ولا شكلك كده؟ هي دي الحقيقة. وفجأة وأنا في أوروبا بالحركة الوضيعة اللي عملتها عشان تلهف ثروة أبويا بعد ما شركائك أوهموك إني مت. إيه رايح فين؟ لا ولا حاجة، بس هكلم واحد صاحبي اسمه عبد الجواد هو واخواته. لا 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 لا، الموضوع ده يهمني أنا وأنت. أنت اللي استوليت على ثروة أبويا، فالحساب يبقى بيني وبينك أنت. أبوك مين؟ أنا فريد الغطريفي. أنت عايز إيه بالظبط؟ عايز إيه؟ عايز الفلوس. 6 مليون جنيه. طيب ثانية واحدة، أروح أعبهم لك في الشنطة وأجيبهم لك. ولا أقول لك، اسمع، أنا أكلم عبد الجواد عشان يجي برضه يجيب الفلوس بتاعته ونعبيهم في الشنط وتشيل. شوف اسمع، أنا مش عايز تريقة. أنا هكون عملي معاك. ثروة أبويا كاملة أنا مش عايزها. وبدل ما نخش في تحقيق ونيابة، أنا يكفيني 1 مليون جنيه والباقي حلال عشان. لا ما بدهاش بقى. ايه هتكلم مين؟ هتكلم البوليس يجي يحكم ما بينه وبينه. حقيقي اللي اختشوا ماتوا. انا برضو اللي اختشوا ماتوا. انت نصاب، بس نصاب عبيط. لو كنت انت فريد الغطريفي زي ما بتقول ما كنتش طلبت 1 مليون جنيه بس، انما اتضح انك انت عبيط جديد في الصنعه. يعني مش عايز تتفاهم بالسوق. يا ابني انا فريد الغطريفي ابن الغطريفي الله يرحمه. مفيش قوة في الدنيا تثبت عكس كده. تيجي انت بمنتهى البساطة و اتفضل. مع السلامة. بدل ما اجيب لك البوليس هو اللي خرجك كده. انا ماشي مديك 24 ساعة تفكر. اذا ما كنتش هتعقل انا هعقلك. انا هدفعك الثمن غالي، هخليك تندم طول حياتك. ومفيش سلام عليكم. في السلام عليكم. فيش عليكم السلام.